فكرة مبتكرة ينفذها نادي القراءة في جامعة الملك سعود منذ سنوات، وهي تدوير الكتب أو تدوير الكتاب. خذ الكتاب الذي تحتاج وضع بدلا منه كتابا آخر وساهم في نشر المعرفة. شباب طموح ومحب للثقافة وخير جليس في الزمان كتابه. للحديث أكثر حول هذه المبادرة وكل تفاصيلها يسعدني أن ينضم إلي في الاستديو رئيس المبادرة الأستاذ مساعد الداود، وأيضا ينضم إلي نائب رئيس المبادرة الأستاذ محمد الفراج. مساعد محمد، حياكم الله معنا في أهلا، شرفتونا وأنا مفتخر باستضافتكم. الله يحييك، احنا اللي سعيدين فيك، سعيدين بهذه الاستضافة يا مفرح، وإن شاء الله نقدم إن شاء الله حلقة بإذن الله ثقافية بإذن الله. انتم الان كلكم طلاب في الجامعه ما زلتم؟ ها؟ إيه. طيب عظيم جدا. مساعد، اشرح لنا وللناس فكره تدوير الكتاب. طيب فكره مبادره تدوير الكتاب هي بدات منذ تقريبا 7 سنوات، وهذه السنه الثامنه للمبادره. فكره المبادره ان هناك في بعض الكتب اذا انتهيت من قراءتها غالبا لا تعود لها مجددا، مثل كتب الروايه، الاداب، الشعر، في بعضها ما تعود لها مجددا قراءتها، قراءتها لمره واحده قد يكفيك احيانا. فلذلك احنا انشانا هذه المبادره بهدف انه الشخص بدل ما ينتهي من قراءه الكتاب ويضعه حبيسا على الرف، يستبدله باحد الكتب الموجوده عندنا هنا، فيضع كتاب وياخذ اخر. انا للامانه اشوف ان للكتاب حق للكتاب انه يكون ما يكون عفوا حبيس الرف، حق للكتاب انه يذهب لعقل اخر ليغذيه، يذهب لعقل اخر لينشر به المعرفه. فهذه الفكرة، أنك تضع كتاب انتهيت من قراءته وتأخذ كتاب آخر لم تطلع عليه، بحيث أنت تستفيد بأنك أخذت الكتاب بشكل مجاني، وأيضا غيرك يستفيد من كتابك اللي أنت وضعته. هذه هي الفكرة تقريبا. من كم سنة؟ احنا بدأنا من عام 2010، 8 سنوات. أي هذه السنة الثامنة الحمد لله. جميل جدا، لكم التوفيق. محمد، كيف كان الإقبال خلال هذه السنوات الثمان على فكرة تدوير الكتب وفهم الناس لها؟ منذ انطلاقتها بقيادة جامعة الملك سعود كانوا يجون المستفيدين من جميع الفئات العمرية وأغلبها من الشباب، فلقت استحسان الكثير الصراحة. فوجدنا أنه لازم ما نكون فقط مبادرتنا قائمة داخل معرض الكتاب أو تكون حبيسة داخل سور الجامعة، فبدأنا بتشكيل هيكل إداري جديد وبحلة جديدة، لأنه نحن إن شاء الله ناويين نكون نوسع من المبادرة ونكون نشارك خارج معرض الكتاب، وتكون المبادرة إن شاء الله مقامة داخل المعارض اللي تقيمها الهيئة الثقافية، أو يكون لنا مقر دائم إنه يستفيدون منها الزوار. جميل. أستاذ مساعد، الآن وين موجودة المبادرة غير المعرض؟ وين موجودة طول السنة؟ إحنا للأمانة هذا ما نفكر فيه حاليا، إحنا نحاول أن نكون متواجدين للجميع في مثلا الأسواق التجارية، مثلا أيضا نكون متواجدين في جامعات مختلفة. إحنا شكلنا الفريق الجديد، الهدف الأول أنه ما تكون المبادرة فقط مرتبطة بمعرض الكتاب أو الجامعة. في السابق كان لا يوجد فريق خاص بها، كان النادي القراءة بجامعة الملك سعود هو الذي يقيم المبادرة. الآن النادي شكل فريق خاص بالمبادرة لأجل أن تكون المبادرة متواجدة في أكثر من مكان. أنا في نقطة حاب أقولها، أنه من أهداف المبادرة أنه إحنا نحيي الشارع الثقافي في مدينة الرياض، بحيث جميع المبادرات الشبابية، ليس فقط مبادرة تدوير الكتاب، أي مبادرة شبابية يكون لهم شارع متكامل، بحيث تقام هذه المبادرات بشكل مستمر، تكون على مدار العام. ففكرة الشارع الثقافي وأن إحنا نضع فيه بصمة، هذه الفكرة إحنا طرحناها على أكثر من جهة، وبحمد الله لقينا استحسان الجميع ولقينا القبول من أكثر من جهة، بحيث يكون هناك شارع زي ما قلت لك أن تقام فيه المبادرات بشكل مستمر. العالم تعرف أنه هذا الشارع موجود، مدينة الرياض تستحق أفضل من هذا. مدينة الرياض أنا أتمنى وبإذن الله هذا ما نعمل عليه، أنها تكون الرياض مدينة ثقافية، وجهة ثقافية لكل دول الخليج ولكل دول العربية. بحيث أنا أمس للأمانة كنت مع الدكتور أحمد النجيمي اللي كان متواجد معكم في أحمد المجيني، أحمد المجيني، أحمد المجيني اللي كان متواجد أمس هنا. أمس كنت أتحدث معه في معرض الكتاب، فقال إنه في الإمارات أو في دبي بالتحديد في هناك شارع عندهم، أو عفوا منطقة عندهم تسمى بالرياض. هذه المنطقة منطقة ثقافية مليئة بالمكتبات ومليئة أتوقع مليئة بالمكتبات ومليئة بالمبادرات الشبابية الموجودة عندهم هنا. إحنا مدينة الرياض،
احنا ليش ما نكون فعلا نحن الواجهة الثقافية؟ وبحمد الله احنا بقيادة جميع الشباب الموجودين في السعودية قادرين على فعل هذا الشيء. احنا بس نتمنى من الشباب جميعهم ان احنا نبادر، الجهات جميعها تستقبل الشباب. احنا بقيادة والدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الامير الامير محمد بن سلمان، هم ثقوا في الشباب واثقين من الشباب، وهدف الرؤية اساسا كان معتمد على الشباب، فلذلك اللي ينقصنا بس ان احنا نبادر باذن الله تعالى. وانا على المستوى الشخصي اتمنى ان كل مدننا تصير ثقافية، وان المبادرة هذه فعلا نستنسخها في اكثر من مدينة ان شاء الله. محمد، وش ابرز المجالات الكتب اللي موجودة اليوم عندكم في مبادرة التدوير؟ موجودة مختلف المجالات، منها الثقافية ومنها مجالات السيرة الذاتية ومجالات الروايات، بس الغالب أنه تكون من مجال الروايات، لأنه الرواية ممكن تقرأها مرة واحدة فقط، فبدل ما تكون حبيسة الأرفف يجينا المستفيد ويبدلها برواية أخرى، يجي يحطها ويأخذ رواية ثانية من اللي ساهموا فيها الناس. هذه وفيه الكتب الثقافية والفكر بشكل خاص من كبار السن، بس فئة الشباب يحرصوا على الروايات و القصيره منها. شروط معينه للكتاب اللي يودع؟ اي، في شروط معينه، منها ان الكتاب يكون بحاله جيده بحيث انه ما يكون عليه ملاحظات، او انه يكون مخطط، ان يكون الكتاب لا يوزع مجانا، لانه بعض الناس يجيبون الكتاب مجانا اللي تكون من جهات اخرى. يعني ليش؟ وش المشكله يعني؟ انا اقول لك وش المشكله، احنا على قولتهم لسنا مجال خير لاستقبال الكتب المجانية. احنا ودنا الكتاب يكون، هذه الكتب المجانية ممكن تحصلها في كل مكان، احنا ودنا الكتاب اللي يجينا يجي فعلا الشخص اللي ياخذه يكون فعلا يحتاج هذا الكتاب. فالكتب المجانية غالبا، انا ما اقول لك ما تقدم الفائدة، ولكن غالبا تحصلها في كل مكان، فاحنا ودنا تكون قيمة الكتب جيدة بحيث ان الزائر اذا جاء. بس اذا تسمح لي يا استاذ مساعد، يعني اذا كان كتاب مجاني وفي قيمة جيدة والناس تعودوا عليكم، يعني انه والله انا بروح لتدوير الكتب علشان اخذ الكتاب الفلاني، وش المانع انه يكون موجود؟ طيب انا اقول لك، احنا المبادرة اساسا ايضا تستقبل الكتب الاكاديمية، بعض الكتب الاكاديمية توزع مجانا، ولكن هذه في فترات معينة. مثلا اقمنا المبادرة داخل الجامعة، احنا اول هدف اساسا من اقامة المبادرة داخل الجامعة ان نقيمها بداية الترم، تعرف بعض الطلاب تكاليف الكتب الأكاديمية عليه ممكن تكون غالية شوي، فيجي يستبدل كتابه السنة الماضية بأحد الكتب اللي مقررة عليه هذه السنة وبشكل مجاني. ولكن إن إحنا لما نقيم هذه المبادرة خارج أسوار الجامعة غالبا الاهتمام يكون في كتب الأدب، الروايات. طيب فهذه إذا تسمحوا لي بس أستأذنكم أخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد إذنكم، فاصل ونكملين معكم فيها. حياكم الله من جديد في يا هلا. ما زال الحديث مستمر عن فكرة تدوير الكتب لنادي القراءة في جامعة الملك سعود، وضيوفي في الاستديو مساعد الداود ومحمد الفراجة، راح فيكم مجددا. أستاذ محمد، نستكمل الشروط. أنت قلت واحد من الشروط أن الكتاب يكون بحالة جيدة، أن الكتاب يكون بحالة جيدة، وأيضا أن لا تقل عدد الصفحات الكتاب 60 صفحة، وأيضا أن لا يكون كتاب تخصصي أكاديمي، فبحيث أن الناس مو بكلهم نفس المجال اللي يقرؤون، وايضا المحتوى ان يكون ثري بالمعلومات اللي راح تضيف للقارئ. طيب قبل شوي مساعد كان يقول انه مثلا الكتب الاكاديميه يستفيدوا منها الطلاب اللي جايين في المراحل. لانه عندنا في داخل الجامعه فكره تدوير الكتاب في كل كليه نقوم فيها في مجال التخصص. يعني تقبلوا بعض الكتب الاكاديميه؟ اي بس في فترات الجامعه بدايه كل ترم. طيب كم عدد المتطوعين معكم؟ عندنا عدد المتطوعين اول شيء اعضاء الفريق كلهم 35 52 شخص، وعدد المتطوعين اللي يقومون في هذا المجال هم 35 شخص. طيب جميل جدا. طبعا من الطالبات والطلاب؟ طالبات وطلاب. يا سلام، لكم التوفيق دائما. مساعد، بسألك على عدد الكتب اللي استفدتوا من تدويرها خلال هذه السنوات. احنا في اول سنة ابتدينا زي ما قلت لك من 2010، من اول سنة الى الان تقريبا وصلنا ما يقارب 55,000 كتاب تقريبا دورنا. احنا اللي كان يبشرنا الحمد لله انه سنة عن سنة المؤشر يتصاعد. اللي اذكره بالتحديد قبل سنتين كان عدد الكتب المدورة 10,000،
السنة الماضية وصلنا إلى 12,000، السنة هذه بإذن الله حابين نكسر الرقم، يكون رقم مضاعف. ليش أنا أقول لك متفائل بهالسنة؟ لأني زي ما قلت لك إقامة فريق جديد مهتم كليا وعمله كله كان على المبادرة، هذا الشيء راح يحفزنا أنه إحنا نعمل أكثر على عملية التدوير. فبإذن الله أنه إن شاء الله هذه السنة ناويين نكسر رقم السنة الماضية إن شاء الله بعدد أكبر بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ محمد، أبرز الجهات الداعمة لكم، وقبل هذا الموضوع بس أبغى أشير إلى مبادرة تدوير الكتب، وهذا حسابهم الموجود على تويتر، موجود في على شاشة يا هلا، وإحنا حقيقة كلنا شرف أنه نعرض مثل هذه المبادرة وندعمها لأنها تستحق. أبرز الجهات الداعمة لكم؟ أبرز الجهات في الوقت الحالي هي جامعة الملك سعود، لكن نحاول أنه نحن نقيم شراكة مع بعض الجهات الرسمية، وحنا نحاول أنه نكون نسوي حلقة وصل مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحيث وإحنا محتاجين الصراحة جهات تدعمنا أنه يكون لنا مقر دائم، بحيث الزوار حتى بعد المعرض يزورونا بشكل دائم ويستفيدوا من هذه المبادرة. نعم. أباخذ منك فكرة المقر الدائم وأمررها للأستاذ مساعد. طيب، الآن مقركم وين اللي يبغى يجي لكم؟ طيب، هذا للأسف أنه إلى الآن إحنا ما عندنا مقر دائم للمبادرة، عندنا مقر خاص بالنادي، ولكن بحمد الله أنا زي ما تطرقت لموضوع الجهاز، الحمد لله جامعة الملك سعود ما كانت تقصر معنا بأي شيء، متمثلة بمدير الجامعة الدكتور بدران العمر، أيضا الأستاذ عبد الله المالكي اللي هو مدير الأنشطة ووكيل الأنشطة الطلابية الدكتور محمد الصالح، هذول جميعهم فعلا ما يقصرون معنا في أي شيء. ولكن أنا ليش قلت لك إحنا المبادرة محتاجة أيضا لدعم بعض الجهات؟ المبادرة إحنا ناويين بإذن الله ما تقتصر فقط على معرض الرياض الدولي للكتاب، ما تقتصر فقط على مدينة الرياض، حابين نشارك في معارض خارج المملكة، حابين نشارك في معرض القاهرة الدولي، حابين نشارك أيضا في معارض عديدة في على مستوى الوطن العربي. معرض أبو ظبي رحبوا فينا دولة الإمارات وهم موجودين عندنا هنا، قالوا بالعكس، زاروا مبادرتنا وقالوا بالعكس إحنا لما نقيم معرض أبو ظبي أتوقع الدولي للكتاب، قالوا بالعكس يشرفنا وجودكم مثل هذه المبادرات إحنا نستفيد منها. فلذلك إحنا جالسين نبحث إن شاء الله، وزي ما قلت لك الجهات جميعها وثقت فينا مع الحديث المبدئي، احنا الان ما قدمنا لهم خطه رسميه، ولكن الحديث الودي والشفهي كان معاهم جدا جدا متفاعلين معانا. فاحنا باذن الواحد الاحد انه ان شاء الله بعد ما ننتهي من المعرض راح نتواصل مع الجهات بشكل رسمي، وباذن الله انا متاكد باذن الله انهم راح يدعمونا بحيث نقيم مثل هذه المبادره زي ما قلت لك في اكثر من مكان، ويكون لنا برضو المقر الداعم اللي بحيث لو احتاج شخص يزور المبادره بشكل مستمر. جميل مساعد، انا بدات فيك وبختم بمحمد، فلذلك ابغى اسمع من كلمه اخيره قبل ما اسمع من محمد. طيب بشكل. انا في النهايه حاب اقول شكرا 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 فعلا لجميع الجهات اللي دعمنا. انا اذكر مقوله للدكتور غازي القصيبي قالها في احد اللقاءات، ذكر انه كيف تريد لمنشأة ان تنجح وهي لا تثق بالشباب. الان نحن في وقت جميع الجهات تثق بالشاب السعودي، متمثلة أساسا بالقيادة الحكيمة والرشيدة اللي هي تثق في الشاب السعودي. فلذلك الآن إحنا ما عاد لنا عذر، إحنا الآن المفروض نبدأ نعمل ونبدأ نكرس مجهود أكبر بحيث ننشر زي ما قلت لك الثقافة، بحيث زي ما قلت لك أن تكون الرياض وجهة ثقافية، وتكون المملكة العربية السعودية هي الوجهة الثقافية الأولى بإذن الله في الوطن العربي. مجهودكم أستاذ مساعد، شكرا جزيلا لحضورك معنا مساعد داود، ولكم كل التوفيق في هذا المبادرة. الله يسعدك يا رب. محمد الفراج، ماذا تقول ختام؟ احنا ودنا نكون نساعد في الحراك الثقافي اللي تقوم فيه قيادتنا الكريمة بقيادة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودنا أن نضع بصمة داخل الشارع الثقافي للمملكة، ونقود ونضع مبادرتنا هذه في الوجهة. ودنا أنه المبادرة هذه قائمة على الشباب، ونتمنى من جميع الجهات اللي جالسة تسمعنا وتشوفنا أنهم يدعموننا بشكل سخي على اساس نقدر نطور من انفسنا، واحنا كلنا شباب، وترى كلنا اعمارنا ما تتعدى 24 سنه. موفقين وكلنا ثقه فيكم استاذ محمد. استاذ محمد الفراج شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق لكم دائما وابدا. مثل ما سمعتم يعني والله العظيم هذه واحده من المبادرات المفخره المبهجه جدا اللي فعلا نستطيع ان نقدمها بكل فخر واعتزاز الى الناس والى العالم.
مبادرة تدوير الكتب، يمكن تكون الفكرة بسيطة ولكن التنفيذ كبير، إيمان الشباب بهذه المبادرة كبير. أنتم شفتم وسمعتم مساعد ومحمد على الهواء، ولكن تحت الهواء مستوى الحماس والنشاط والحوار والشغف بهذه الفكرة هو عالي جدا، وأنا متأكد أن مستوى الحماس هذا موجود عند كل الذين يعملون معهم. يكفي أن هؤلاء الشباب يعملون بشكل تطوعي لإنجاح هذه الفكرة، يكفي أننا خلال هذه 8 سنوات أو 7 سنوات استفدنا من تدوير تقريبا 55,000 كتاب، والعدد سيكون في تزايد خلال هذا العام. يكفي أن هذه الفكرة مستمرة، أنا أضم صوتي إلى صوتيهما وإلى أصوات كل الشباب العاملين في هذه المبادرة، إلى كل الجهات الثقافية والمعرفية والأدبية، كل مؤسسات البلد المهتمة بهذا الجانب، ادعموهم ثم ادعموهم ثم ادعموهم، فهم والله العظيم يستحقون مثل هذا الدعم وأكثر. بهذا الحديث المتفائل جدا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من يا هلا، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.